1/4/2013 في اللاذقية جبل أكرات قرية مارونيات. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أبو عمار أندروم، وهؤلاء الثوار هم أولاد عمي قادات كتائب، والأخ الشهيد أخو الشهيد أبو جهاد، أخو الشهيد رياض، شهيد آل أندروم أولا، ثم شهيد الثورة السورية، وأول ضابط انشق عن الجيش العربي السوري. نحن ككتائب وكآل أندروم بريئين من كل شخص ملوثة يداه ولو في قطرة دماء، من الشهيد رياض إلى أي قطرة دماء شريفة بريئين كل، وإن شاء الله القصاص يكون من أول من 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 من, من بواريد إن شاء الله بأي شاب كان. بارك ولسنا الله مسؤولين. بارك الله فيكم. وليست ولا يمكن أن نكون نحمي أي شخص إن كان من العائلة وخارج عائلة، وزمن آل فلان وآل فلان هذا زمن ولا. نحن كلنا إن شاء الله إخوة، نحن وأخوة بالحفة والسوري والسوريون بشكل عام. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر. نحن باسم العائلة